مشاهدي الاعزاء، اهلا بكم معانا وحلقه جديده من برنامجكم مصر جميله. مصر جميله دايما بمشاهدينا وبحضراتكم في كل مكان. النهارده يعني بنتكلم عن حدث كبير جدا بتشارك فيه مصر. الرئيس السيسي وصل بالفعل امس الى الصين حتى يحضر اليوم قمه العشرين، القمه اللي بتدعى فيها مصر كضيفه شرف. في هذه القمه بيحضرها عدد كبير من رؤساء العالم، الرئيس الامريكي، الرئيس الفرنسي، الرئيس الروسي، وطبعا الرئيس الصيني وغيرهم من رؤساء العالم. كبار رجالات العالم موجودين في هذه القمه، ومصر تمثل ضيف الشرف لهذه القمه اليوم في زيارة بتستمر من اليوم وحتى غدا لنستكمل فعاليات قمة العشرين. بيتواجد الرئيس في الصين. الرئيس بالأمس في مقر إقامته بالصين ما ضيعش وقته، وبالفعل بدأ لقاءاته، وكان اللقاء المهم امبارح لقاءه بكريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي. راجعوا مع بعض الاتفاق المبدئي اللي هيتم عرضه على مجلس إدارة الصندوق لإقراره والموافقة على القرض اللي طلبت به مصر إن شاء الله. وطبعا كان في كلام عن الحفاظ على العدالة الاجتماعية في مصر الى جانب الحفاظ على معدلات التنميه. وكان في كلام مهم جدا من الرئيس في رغبته انه يمثل الدول الناميه، وان يمثل الدول الناميه واقتصادها جزءا مهما في اقتصاد العالم، وده موضوع هيتم عرضه باذن الله على قمه العشرين. نرجو ان شاء الله ان تكون هذه القمه قمه موفقه لمصر وللعالم ايضا، وان تكون مصر مشاركه مع العالم كله في التحضر والبناء كعادتها دائما. صباح الخير. صباح الخير. اهلا وصباح الخير على حضراتكم، يا رب يوم سعيد علينا وعليكم. بنتكلم كمان على انه بعد تصريح الرئيس الصيني انه مصر شريك وحليف استراتيجي هام، يعني كنا بنتكلم على علاقات دبلوماسيه من المستوى الاول بيننا وبين الصين، كنا بنتكلم على علاقات اخوه وتحابي بين الشعبين، لكن ان احنا نوصل بهذا التصريح لعلاقات استراتيجيه ما بين مصر والصين، بما تعني هذه الكلمة من شراكة في مشروعات ضخمة وكبيرة، بين شراكة في القضاء على الإرهاب وسياسات الأمنية، ما بين شراكة، ما بين تبادل الخبرات العلمية وتبادل الخبرات الفنية، ما بين شراكة، ما بين دعم مالي ودعم فني كبير جدا من الصين لمصر، وكذلك العكس. هنا نقطة تحول كبيرة جدا، لأنه عندما تكون مصر ضيف شرف في قمة العشرين، وأنه يختار الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو رئيس مصر وجمهورية مصر العربية ويمثل هذا الوطن العظيم وهو قلب إفريقيا، هنا في تحرك مختلف، سياسات مختلفة جديدة. هو ده المظهر أو المشهد العام السياسي اللي بنتمنى نشوف مصر فيه بتتحرك وبتعود مرة لريادتها. يمكن كتير من حضراتكم بنتكلم على مجموعة من الأزمات اللي بتحاوط أو بتحوط بيها أو بتكون موجود فيها الوطن. هذه الأزمات لو كده مررناها على العقل وفكرنا فيها هنلاقي أنها جزئين أو شقين. أزمات سياسية دي موجودة لأنه بنتكلم على أنه زي ما بنقول دايما أنه مصر أوقفت مخطط، مش عايزين ننسى القصة دي أبدا لأنه دي الحقيقة، أوقفت مخطط هدم كبير جدا للمنطقة، غيرت مسار خطط كبيرة لدول كبيرة كانت بتشوف أنه لازم يكون في تغير على المستوى السياسي في منطقة الشرق الأوسط. دي جزئية. الجزئية الأخرى أنه الفساد، الفساد، الفساد مرة تانية، ودي دولة كبيرة جدا جزء كبير بيحاربه النظام. والنهاردة احنا كمواطنين لازم نعي ما نقول، لازم نقطة نظام يا اخوالنا، حتى في الاعلام لازم نسمع تصريحات المسؤولين تكون تصريحات مسؤولة حقيقي، تطلع من مكان حقيقي، مكان رسمي نقدر نسمع منه. زي ما طبعا وانا بقصد دوت في أزمة ألبان الأطفال الأخيرة، وهنسمع كتير عن هذا الموضوع إن شاء الله من خلال لقائنا إن شاء الله اللي هيكون بعد الفاصل مع الدكتور سعد الظن رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال. وإذا كنا بنتكلم عن نهضة حقيقية لمصر، فلازم مصر تهتم بالإنسان زي ما بتهتم بالحجر أو بالمباني، وبالتالي إحنا عاوزين مشروعنا القومي يكون استثمار في أولادنا، استثمار في عقولهم علشان يقدروا يبنوا هذا البلد ويعمروا. التعليم ملف مهم جدا لازم نعطيه أولوية كبرى، علشان كده النهاردة هنناقش مشاكل التعليم المصري. هنتكلم طبعا عن بدء العام الدراسي الجديد، لكن العام الدراسي الجديد مش هيفرق كتير عن الأعوام السابقة إن لم يكن لدينا منهجا مختلفا في التفكير في كيفية تعليم ولادنا. هنتكلم عن العملية التعليمية بعناصرها المختلفة، أهم المشكلات اللي موجودة في العملية التعليمية، إصلاح التعليم إزاي، وهل الدولة بالفعل خدت خطوات نحو إصلاح التعليم ولا ما زالت تصريحات بدون واقع على الأرض.
هيكون معانا الاستاذ عبد الرحمن عبادي مسؤول ملف التعليم بالاهرام المسائي، وهيكلم معانا من واقع خبرته الطويله بملف التعليم عن تحديات التعليم وازاي ممكن نواجه هذه التحديات. هيكون كمان عندنا تعليق يمكن النهارده نزل في الاخبار بيتكلم على انه السيد وزير التربيه والتعليم بيقول عشان اصلاح العمليه التعليميه لابد من وجود 10 سنوات لاصلاح هذه العمليه. رقم كبير، ربما بيقصد ان هو نبداه من بدايه البدايات الاولى للمرحله الابتدائيه مثلا او بدايات التعليم عند الاطفال عشان نقدر نمشي بالمستويات دي، لكن هل ما فيش خطه استراتيجيه قوميه نقدر نقلل عدد السنوات ده بشكل او باخر؟ ده اللي هنعرفه من خلال لقائنا ان شاء الله المختص او اللي بيختص بملف التعليم. النهارده كمان في شويه فن ونتقابل دايما مع مجموعه من المواهب الحقيقه اللي لازم تكون موجوده معانا في مصر جميله. النهارده هيكون معانا مطرب السوري سهيل يزبك وهنسمع منه المواشيح الحلبيه الجميله وهنسمع صوت جميل الحقيقه، انه كان ليه مجموعه من الحفلات الحقيقه اللي على المستوى الجيد والطيب جدا، سواء في دار الأوبرا سواء في كل المحافل الحقيقة اللي الناس بتروح وتسمع فيها الفن الحقيقي. بعد الفاصل إن شاء الله هنلتقي بحضراتكم والفقرة الأولى مع دكتور سعد الزنط مدير مركز الدراسات السياسية وأخلاقيات الاتصال. تكمل مصر هذه الأيام اتفاقها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 أعوام لمساعدة البلاد على التعافي اقتصاديا بعد سنوات من الاضطراب، وهو من شأنه أن يضع مصر في وضع أفضل للتفاوض مع حلفائها.